بسم الله، عام دراسي جديد، ربنا يكتب التوفيق والنجاح لكل الطلبة. إن شاء الله هنبدأ في شرح منهج الصف 11 متقدم فيزياء، والدروس اللي فيه موجودة في كذا صف تاني. ويا رب تكون الفيديوهات دي مفيدة وتساعد أكبر قدر ممكن على فهم المصطلحات الفيزيائية وفهم المنهج بشكل عام. طيب، منهج الفيزياء في الصف 11 بيتكلم في الأول، هنلاقي إن معظم كلامنا عن مصطلحات أخدناها قبل كده، مجرد بس إن احنا بنعرف هي جت منين أو بنعرف تفاصيل أكتر عنها. فهتلاقوا مثلا الوحدة الأولى هي بتتكلم عن نظرة عامة، معظم الأجزاء اللي فيها ملغية أو للدراسة الإسرائيلية فقط، يعني الطالب بيقراها، ما عدا الجزء الأخير فيها اللي هو المتجهات. طيب، عايزين نعرف إيه في المتجهات؟ اكيد اتكلمنا عن المتجهات دي قبل كده في الصف التاسع من سنتين. طيب تعالوا نراجع كده ونشوف ايه اللي عايزنا نركز عليه بالظبط في المتجهات. طيب بسم الله، اول حاجة عايزنا نعرف يعني ايه كمية متجهة. هو في انواع من الكميات بنقول في كميات قياسية وكميات متجهة. طيب ايه الفرق؟ تعالوا ندي مثال بسيط وده اللي هيفضل معانا. انت دلوقتي في بيتك، رحت البيت زميلك، المسافة ما بينكو وليكن 20 متر. طيب بعد كده رجعت من بيت زميلك لبيتك تاني، هنا في سؤالين: ما هي الإزاحة وما هي المسافة الكلية التي قطعتها؟ إيه الإزاحة الكلية وإيه المسافة الكلية للمشوار بتاعك ده كله؟ فبنقول إن الإزاحة زي ما كنا قلنا قبل كده هي ليها علاقة بنقطة النهاية ونقطة البداية. نهايتك كانت في البيت، بدايتك كانت في البيت تاني، إذن الفرق ما بين النقطتين دول صفر. او الازاحة هي عبارة عن انت عملت ازاحة في الاتجاه اليمين ده اللي اعتبرناه موجب، هيبقى موجب 20، وعملت ازاحة في الاتجاه الشمال اليسار ده اللي هو عكس الاتجاه، يعني سالب 20، فعشرين زائد سالب 20 هيبقى بصفر. طب المسافة الكلية، هنقول ان انت مشيت 20 متر ورجعت 20 متر، فهتبقى 40 متر. ده بالظبط الفرق ما بين الكمية المتجهة والقياسية. ما فهمناش، هقولك الكمية المتجهة عشان تعرفها محتاج تعرف مقدار واتجاه، يعني لازم تقول مشيت 20 متر في اتجاه الشرق. فلو عشان تعرف الكمية دي محتاج مقدار واتجاه، يبقى دي كمية متجهة. ولكن لما تقول لي انا رحت لصاحبي ومشيت 20 متر، مش فارقه بقى شرق جنوب غرب، يبقى الكميه اللي بتحتاج لتعرفها مقدار فقط بنسميها كميه قياسيه. طيب فالمتجهات واضح من اسمها ان هي كميه متجهه، هي اوصاف رياضيه الكميات ليها مقدار واتجاه. زي ايه؟ زي الازاحه، وكنا اخدنا قبل كده القوه وحاجات تانية لازم عشان أعرفها أقول مقدار واتجاه. طيب مقدار المتجه هو دايما عدد موجب، يعني الإزاحة دايما مقدارها موجب. أمال السالب اللي احنا بنقوله ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الاتجاه. المتجهات بيبقى ليها نقطة بداية ونقطة نهاية، زي الإزاحة، زي القوة، زي السرعة. يرمز للكمية المتجهة بحرف فوقه سهم أفقي صغير. فأي متجه هنحكي عليه السنة دي، لو لقيت فوقيه السهم ده يبقى ده متجه، يبقى ده كمية متجهة. طيب لكن الكميات القياسية هي كميات ليها مقدار فقط، الاتجاه بتاعها ما يفرقش معايا، فأقدر أمثلها من غير ما أذكر اتجاه، وبيكون ليها وحدة فيزيائية برضو، زي الزمن
يعني اقول لك انت سافرت في قد ايه، تقول لي 3 ساعات، مش بتقول لي 3 ساعات شرقا ولا غربا، وكذلك المسافة وكذلك الكتلة. دي كلها حاجات عشان تعرفها، مش بتحتاج ان انت تذكر اتجاه معاها، يبقى دي كميات قياسية. طيب بما اننا بنتكلم عن متجهات، وان في ناس بتروح من مكان لمكان وتتحرك من مكان لمكان تالت وهكذا، فجي واحد قال يبقى احنا لازم نحدد كلنا زي خريطة كده نتفق عليها، عشان لما تقول لي أنا مكاني في الموقع كذا كلنا نبقى عارفين الموقع ده فين. يعني إيه؟ واحد اسمه ديكارت عمل نظام إحداثي. يعني إيه نظام إحداثي؟ يعني لو أنتوا جبتوا الجي بي إس كده وعايزين تروحوا من المكان اللي أنتوا فيه، عايزين تروحوا المدرسة مثلا، فبتلاقي النقطة بتاعتك ليها إحداثيات كده. الإحداثيات دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن مكانك. يعني إيه إحداثيات؟ فهم قايل إن لو أنت هتتحرك في بعد واحد، إحنا عارفين الأبعاد عندنا إكس اللي هو الأفقي، واي اللي هو الرأسي، واتفقنا إن في بعد تالت اسمه زد متعامد عليهم، اللي هو بيديني العمق. يعني لو انت دلوقتي قاعد في أوضة، فدي الحيطة اللي قدامك، طولها وعرضها هما الإكس والواي، والعمق بتاع الأوضة يعني انت قاعد هنا كده، فانت ليك بعد في العمق اللي هو محور زد، وليك بعد في العرض اللي هو الإكس، وليك بعد في الطول اللي هو الواي. طيب فقال ان احنا يبقى عندنا 3 نظم احداثية. ايه هم؟ اول واحد لو انت مثلا دلوقتي في البيت وجيت تقول تطلب من اخوك يروح يجيب لك حاجة من محل على بعد 50 متر، فاخوك هيعمل ايه؟ هيطلع من البيت يمشي في اتجاه واحد لمسافة 50 متر، هيروح يلاقي المحل. فانت كده وصفت له المحل بإحداثي واحد، لأنه اتحرك في بعد واحد. فبنسمي النظام ده نظام أحادي البعد. يعني انت قلت له اطلع امشي على طول 50 متر هتلاقي المحل، او اطلع امشي شمالا على طول لمسافة 40 متر هتلاقي وليكن الصيدلية. فالحركة اللي هو بيتحركها سواء هنا أو سواء هنا دي حركة في بعد واحد، فبنسمي النظام الإحداثي ده النظام اللي احنا اتفقنا عليه وعلى أساسه قلت لأخوك رقم واحد بس، فطلع من البيت ومشى الرقم ده لقى المكان، فده بنسميه الفضاء أحادي البعد أو النظام أحادي البعد. طيب لو انت جيت توصف لأخوك المكان، قلت له هتمشي على طول مسافة 50 متر، وبعد كده هتخش شمال مسافة 40 متر هتلاقي الصيدلية وده البيت، فكده أخوك اتحرك في كام بعد؟ اتحرك في بعد أفقي واتحرك في بعد رأسي، فده بنسميه الفضاء أو النظام ثنائي الأبعاد. طيب لو انت دلوقتي عايز توصف لي بيتك هتقول لي ايه؟ هنقول مثلا ده اول الشارع، فهتقول لي على بعد 50 على محور اكس، وبعد كده خش 40 على محور واي، بعد كده هتلاقيني في الدور التالت. الدور التالت ده اللي هو ايه؟ هقوم طالع وليكن انت بيتك هنا، فانا مشيت 50 في 40 وطلعت 3 ادوار لفوق، فده كده النظام ثلاثي الابعاد، ان انت بتتحرك في الـ3 اتجاهات. زي مثلا الشكل ده،
الشكل ده بيعبر عن نظام ثلاثي الأبعاد، فالنقطة بي، ده النقطة بي لو عايز أعرف الإحداثيات بتاعتها فليها إحداثيات على المحور الأحمر، وليها إحداثيات على المحور الأخضر، وليها إحداثيات على المحور الأزرق. فعشان أوصف المكان الموجودة فيه النقطة بي دي محتاج أوصف التلات أبعاد. يعني تخيل إن أنت ساكن في النقطة بي دي، فأنت ليك بعد على الأرض اللي هو الإكس والواي، وليك بعد على الزد اللي هو الارتفاع، يعني أنت مثلا في الدور الكام، وهكذا. طيب، فاللي عمل الأنظمة دي عشان نوحد كلنا الطريقة اللي بنعبر بيها عن مكاننا أو المكان اللي عايزين نروحه هو النظام، اسمه ديكارت، فسميناه النظام الإحداثي الديكارتي. مجموعة من محورين أو أكتر بين كل محورين زاوية 90، فبتكون متعامدة على بعض. في الفضاء أحادي البعد، زي ما قلنا لو أنت بتبعت أخوك يجيب لك حاجة من على أول الشارع، فالنظام أحادي البعد اللي بنسميه عادة محور إكس، بنقدر نحدد مكان أي نقطة، يعني مكان المحل أنت وصفته لأخوك إزاي، عن طريق رقم واحد وهي قيمة الإحداثي إكس. وإحداثي إكس هو عدد ممكن يكون قيمته موجبة أو سالبة أو صفر، يعني على حسب إيه؟ على حسب إحنا محددين نقطة الصفر بتاعتنا منين. يعني لو نقطة الصفر بتاعتنا هنا وأنت قلت له على بعد 50، هيقوم ماشي في محور إكس ناحية اليمين. لو قلت له سالب 50، فيقوم طالع من البيت وماشي ناحية اليسار. فممكن الإحداث يكون بالموجب أو السالب أو الصفر، على حسب إحنا مختارين الصفر بتاعنا فين. طيب، ونفس الكلام في الفضاء ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد. في ثنائي الأبعاد بقدر أحدد المكان بتاع أي نقطة عن طريق الإكس والواي، عن طريق رقمين. في ثلاثي الأبعاد عن طريق 3 أرقام، إكس وواي وزد. طيب، ازاي بنمثل المتجهات في النظام الديكارتي ده؟ بنمثل المتجهات بنقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. والمتجه زي ما احنا عارفين ان هو بيكون عبارة عن سهم، البداية بتاعته هي الديل والنهاية بتاعته هو راس السهم. طيب، وبما ان الفرق ما بين النقطتين هو اللي يهمني، يعني احنا اتفقنا ان الازاحة هي الفرق ما بين النهاية والبداية، فبما ان الفرق هو اللي يهمني فنقدر نبدل موضع المتجه في الفضاء زي ما احنا عايزين، طالما ما غيرناش طوله واتجاهه. تعالوا نفهم يعني ايه الكلام ده. طيب، ده مثال مثلا على النقطة اللي بنقول النقطة بي دي. ايه النقطة بي دي؟ تخيل ان انت واقف في الأوضة وماسك معاك بالونة، وعايزين نوصف الإحداثيات بتاعت البالونة دي. هنوصفها ازاي؟ فانت واقف في الأوضة دلوقتي، دي الأرض اهي، وبالتالي لو دي نقطة الصفر بتاعتنا فأنت وليكن على بعد 6، وطبعا ماسك البالونة، فالبالونة نفس بعدك في الإكس، وعلى عمق وليكن 5 في الزد، ودي تخيلها الحيطة اللي قدامك. فاحنا دلوقتي البالونة دي لو احنا نزلناها على الأرض كده هيبقى إحداثياتها في الإكس 6 وفي الزد 5. طب هي دلوقتي طلعت فوق عن الأرض، يعني اتحركت في حاجة غير البعدين دول، في بعد تالت اللي هو الواي. فلو انت مشيت ناحية الحيطة ومشيت بالبالونة معاك، فهيبقى الإحداث بتاعها في الواي مثلا 6. فلو عايز أعبر عن الإحداثيات بتاعة البالونة دي هيبقى إيه؟ الإكس بتاعها ب6، الواي ب6، الزد وليكن ب5، وهكذا. فده نفس الكلام، تخيل إن دي البالونة ودي الأرض أهي، فكأنك هتنزل البالونة على الأرض
وتشوف الإحداث بتاعها في الإكس. ده واحد اتنين، فاتنين وشوية، اتنين ونص مثلا. والإحداث بتاعها في الزد أدي واحد اتنين تلاتة، هي بعد تلاتة بشوية، أقول تلاتة واتنين. والإحداث بتاعها في الواي ده الزد، الإحداث بتاعها في الواي يعني لو أنت رحت ناحية الحيطة كده وقست الطول بتاعها، واحد اتنين تلاتة وتمانية من عشرة مثلا. فده الإحداث بتاع البالونة. طب لو أنت مثلا معلق صورة أو معلق تكييف على الحيطة وقلت لك اوصف لي الموقع بتاعه، هتقول لي ايه؟ هنعتبر ان دي نقطة الصفر بتاعتنا، فالحيطة ديت عبارة عن بعدين اكس وواي. طيب هتقول لي فهي على بعد 4 في الاكس وعلى بعد وليكن برضه 4 في الواي. تمام اوكي. طيب دلوقتي لو انا عندي المتجه ده اللي هو بي كيو، المتجه ده اللي هو متجه ايه، عايز اجيب قيمة المتجه ده، اجيبها ازاي؟ قلنا ان المتجه هو عبارة عن النهاية ناقص البداية، فبشوف نهاية المتجه ده كام، النقطة كيو الاحداث بتاعها كام، في الاكس تلاتة وفي الواي واحد، والإحداث بتاع البداية بتاعتها في الإكس سالب اتنين وفي الواي سالب تلاتة. طيب فأنا عايز المتجه إيه؟ بيبقى عبارة عن النهاية ناقص البداية، يبقى تلاتة ناقص ناقص اتنين بخمسة، وواحد ناقص ناقص تلاتة بأربعة، يبقى المتجه ايه؟ خمسة واربعة. طيب الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان انا كل اللي يفرق معايا النهاية والبداية، يعني انا المتجه ده كده لو انا نقلته زي ما هو في اي حتة كده، يعني تعالوا لو نقلناه مثلا كده، فنقطة البداية بتاعته وليكن هنسميها R بقت كام دلوقتي؟ سالب تلاتة وسالب واحد، ونقطة النهاية بتاعته اتنين وتلاتة. طيب تعالوا نجيب المتجه ايه الجديد، هل هيبقى هو هو ولا هيختلف؟ النهاية ناقص البداية اتنين ناقص ناقص تلاتة خمسة، تلاتة ناقص ناقص واحد أربعة. فالمتجه هو هو طالما محافظين على طوله واتجاهه. طيب بنقول الكلام ده ليه؟ عشان هنستفاد منه استفادة صغيرة، ان لو احنا نقلنا كل المتجهات بتاعتنا على النقطة صفر وصفر، فدلوقتي تعالوا نشوف، هنلاقي ان النقطة الاخيرة بتاعته خمسة واربعة. طيب فلو احنا عايزين نجيب قيمة المتجه بعد ما نقلناه، خمسة ونقطة البداية بتاعته صفر وصفر، خمسة ناقص صفر بخمسة وأربعة ناقص صفر بأربعة، نستفاد إيه؟ إن عشان نبسط على نفسنا هنعتبر المتجهات كلها بادئة من الصفر، وقيمة الإكس والواي بتاعة المتجه هي بتكون آخر نقطة للمتجه. يبقى كل اللي احنا بنقوله ان
الفرق بين النقطتين هو اللي يهمنا، فبنقدر ان احنا نغير موضع المتجه زي ما احنا عايزين طالما ما غيرناش طوله ولا اتجاهه. لذلك للتبسيط نقدر ننقل بداية المتجه لنقطة أصل النظام الإحداثي، وبتكون مركبتين المتجه هما أحداثيات النقطة النهاية زي ما وضح. طيب، فزي ما قلنا لو هو جالك مثلا 7 و5، هتعرف منين إن دي نقطة ولا متجه؟ فقال لك هتلاحظ إن رمز المتجه بيشبه رمز النقطة، زي ما احنا شفنا هنا إن نقطة النهاية كانت ب5 و4، يعني دي نقطة بي، والمتجه نفسه برضو كان 5 و4. طب هو لو جاب لي 5 و4 هعرف إن هي نقطة ولا متجه؟ فقلنا إن هيتضح ده من سياق السؤال، هو هيقول لك المتجه إيه إحداثياته كذا، أو النقطة بي إحداثياتها كذا، فتبقى عارف من السؤال. طيب لو احنا عايزين نجمع ونطرح المتجهات، هنشوف دلوقتي العمليات على المتجهات: جمع وطرح وضرب. طيب عندنا طريقتين لجمع وطرح المتجهات، يا اما حسابيا يا اما بيانيا. لو عايزين نجمع المتجهات ونطرحها بيانيا هنعمل ايه؟ زي ما كنا قلنا في الصف التاسع ان انت عشان تجمع المتجهات لازم تحط بداية المتجه التاني على نهاية المتجه الاول. يعني ايه؟ لو انا عايز اجمع المتجه A والمتجه B، او لو عايز اجيب محصلة المتجه A و B، فهل هعمل ايه؟ فكنا بنقول ان المتجه A عامل كده، والمتجه B عامل كده، فأنا ما أقدرش أجيب المحصلة كده. ليه؟ المحصلة لازم أجيبها لما يبقى بداية المتجه التاني على نهاية المتجه الأول. وبعد كده أرسم المحصلة إزاي؟ أرسم المحصلة من بداية المتجه الأول لنهاية المتجه التاني، فدي المحصلة بتاعتي. تمام، فاجيبها ازاي بيانيا؟ عادي، دي خلاص بدأ من نقطة الصفر وصفر، وبالتالي نقطة النهاية بتاعتها هي اللي هتكون بتعبر عن المتجه بتاعي. فنقطة النهاية اللي هي الاكس بتاعها ب7 والواي بتاعها ب6. فجمع المتجهات بيانيا ان انا لازم احط المتجهين على بعض بالشكل ده، نهاية المتجه الاول على بداية المتجه التاني، وبرسم المحصلة ازاي؟ من بداية المتجه الاول لنهاية المتجه التاني، واجيب قيمة المتجه المحصلة ازاي؟ عن طريق ان انا اجيب نقطة النهاية دي احداثياتها، فدي بتبقى احداثيات المتجه المحصل. طيب لو انا عايز اجيب ان انا لما هنقل دوت على بداية ده، طب انا دلوقتي عملتها برسمة وتاب ونقلتها ومش عارف ايه، طب لو انا عايز اجيبها في الامتحان هجيبها ازاي؟ طيب المتجه ايه ده نقطة نهايته كام؟ 4 و2. والمتجه بي كانت نقطة بدايته 0 و0، ونقطة نهايته 3 و4. طيب ايه الفكرة دلوقتي؟ ان انا عايز انقل نقطة البداية بتاعت البي ديت اخليها هنا، يعني انا عايز اخلي بدايته بدل من 0 و0 اخليها من 4 و2. فمعنى كده ان انا هزود على الاكس كام؟ 4. يعني دلوقتي متجه بي بعد ما نقلته هتبقى نقطة البداية بتاعته 4 و2. طب اجيب نقطة نهايته ازاي؟ انا زودت على الاكس 4، فهزود على الاكس بتاعت نقطة النهاية 4 برضو. زودت على الواي 4، سوري
زودت على الواي 2 فهزود على الواي النهائية 2 وارسم المتجه. يبقى المتجه بي الجديد بعد ما انقله هتبقى نقطة بدايته 4 و2 اللي هي هنا، ونقطة نهايته 7 و6. فرسمنا المتجه بي الجديد، وارسم المحصلة من دال ده، فهتبقى المحصلة هي دي. طيب لو طلب مني A ناقص B، طب تعالوا نشوف جمع المتجهات ده كده جبناه بيانيا. طب جمع المتجهات حسابيا او رياضيا نعملها ازاي؟ بكل سهولة، انا كان المتجه B بتاعي قلنا ان احنا هنطرح النهاية ناقص البداية، هو كان هنا 3 و4، فهنطرح 3 و4 ناقص 0 و0، فاللي هو 3 و4. طيب انا عايز المحصلة بتاعت المتجهين اللي هي عبارة عن A زائد ال B، وبالتالي هجمع ال X بتاع ال A مع ال X بتاع ال B 7، هجمع الواي بتاع ال A مع الواي بتاع B 6، فهي هياها الناتج. طيب لو طلب مني A ناقص B بيانيا هعملها ازاي؟ بعد ما نقلت انا كده ال A عامل كده وال B كان عامل كده، يعني ايه ناقص B؟ يعني كأنها موجب سالب المتجه بي. ايه سالب المتجه بي ده؟ هو المتجه بي في عكس الاتجاه، يعني بدل ما بدأ من هنا لهنا هيبقى بدأ من هنا لهنا. واقوم بيانيا برضو هقوم جايب نهاية ده على بداية ده، وهتبقى المحصلة عاملة كده من بداية المتجه الاول لنهاية المتجه التاني، وهشوف النقطة دي بكام، ويبقى هو ده المتجه النهائي. او لو انا عايز اجيبها حسابيا فبعمل ايه؟ بضرب البي في سالب، فالسالب بي هتبقى سالب 3 وسالب 4، واقوم جمع الاي زائد السالب بي، فتطلع لي الاي ب4 والسالب بي بسالب 3 يبقى ب1، الاي ب2 والبي بسالب 4 يبقى سالب 2، فهو ده المتجه A سالب B، وهكذا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نجمع ونطرح المتجهات سواء بيانيا او سواء باستخدام المركبات. باستخدام المركبات اللي هو قلنا هتجمع ال AX مع ال BX يديك المركبة X المتجه الناتج، وتجمع ال AY مع ال BY يديك مركبة ال Y المتجه الناتج، وهكذا. وكذلك ضرب متجه في كمية قياسية، يعني لو قلت لك ان المتجه A هو ضعف المتجه B فهجيبها ازاي؟ لو المتجه B عبارة عن 4 و5 فالمتجه A هيساوي بكل بساطة هتضرب الاتنين في الـ4 والاتنين في الـ5، فيبقى المتجه A ضعف المتجه B. طيب هنكتفي بهذا القدر. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح فيه متجهات الوحدة وهنستفاد بيها في ايه؟ في الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. اتمنى يكون اول جزء من المتجهات يكون واضح ومفهوم ومفيش اي مشكلة، ولو عندكم اي استفسار ابعتوا لنا، واشوفكم على خير.